أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بيكم إخوانا الكرام. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله، مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية عايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معنا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 041-30-3591. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وكمان مواصفات العربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال إن شاء الله ويتم بيع العربية عن طريق القناة. وعلى فكرة الحمد لله، بفضل الله طبعا أولا وأخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. لكل واحد بيسأل عن عربية رخيصة يكون سعرها 40,000 جنيه وتكون حالتها كويسة والموتور شغال والعربية بدون أي مشاكل، النهاردة جبت لحضراتكم إن شاء الله عربية شوفرلي دبابة، موديل العربية 1981 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شوفرلي دبابة موديل العربية 1981. العربية الرخصة بتاعتها منتهية من 3 شهور بس، العربية فيها بطارية جديدة، العربية حالة الكاوتش 80%، العربية فيها طقم جنوط سبور، العربية فيها المكنة السمراء 4 غيار، العربية حالة الموتور ممتازة وآلات الجر والكورونا بحالة ممتازة، العربية بدون مشاكل أو ملاحظات، فقط الرخصة منتهية من 3 شهور بس. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شوفرلي دبابة موديل العربية 1981 سعرها 40,000 جنيه بس. سعر العربية 40,000 جنيه. لكل واحد بيدور على عربية رخيصة ساقطة مرور أو شغالة مرور وتكون رخيصة، العربية اللي معنا النهاردة سعرها رخيص و 40,000 جنيه والعربية دايرة ما فيهاش مشاكل. طيب لو حضرتك عايز تتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-8560-6370. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-8560-6370. ده كان موضوعنا النهاردة، استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.